معاد مازال على شهر سيدي رمضان، الناس الكل قاعدة تحضر في رويحة تقضي في قضية شهر سيدي رمضان. هذاك علاش حبينا ناخذوا فكرة كما العادة في جولتنا في مختلف أسواق مدينة القيروان وولاية القيروان عموما، ناخذوا فكرة على أسواق الخضار الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء في بوا مارشي. أوتوا لبوا مارشي. البوا مارشي بالنسبة لليوم جينا مباشرة من السوق الأسبوعي في معتمدية حافوز، ناخذوا فكرة على الأسواق مع سي عبد الحميد السلمي. صباح النور ومرحبا. أهلا حسام، تحية إليكم وإلى كل الزملاء الأفاضل الذين عودونا على الإبداع وعلى الإقناع، وتحية كذلك إلى كل المستمعين الأوفياء لإذاعة الحياة اف ام. بالنسبة للأجواء قبل كل شيء زميلي حسام، الأجواء يعني تجم تقول نشيطة ولكن أقل نسبيا من المعتاد، نظرا لأنه ثم انتهاء الموسم تاع جني الزيتون اللي كان ينجم يخلق مدخول بالنسبة للأسر التونسية في 8 عمادات من معتمدية حفوز، كان يمثل زادة حركية أقوى وكان المواطن ينجم يقتني اللي ينجم يحب عليه هو. هذه نقطة. بالنسبة للنقطة الثانية هو كثر الحديث حول يعني تسعية البنان والتفاح، اللي أغلب المواطنين أول ما يجي يسأل على سوم متاع البنان وسوم متاع التفاح، لكن بالله للتوضيح عبر أمواج إذاعتنا يعني على حسب صرف به بعض التجار متاع الغلال يقولوا رام زاد أعطونا مدة متاع 18 إلى 18 مارس حتى للي يبيعوا السلعة اللي ما تشروها بالسعر القديم، السلعة القديمة وبعد يولوا يرجعوا يعطوا التسعير الجديدة، يولوا يأخذوا بالجملة ب5000 ويبيعوها ب5500، هذا بالنسبة للبنان وبالنسبة للتفاح. نمر مباشرة إلى الأسعار اللي اليوم تحصلنا عليها من المحلات بالسوق الأسبوعية في معتمدية حفوز. بالنسبة للخضر، الفلفل 3 دينارات، الطماطم 2500، البطاطا 2000، البصل 15%، الكرنب 12%، الجلبانة من 4 دينارات إلى 5 دينارات السعر متاعها مرتفع. ثم اللي يقول ثم بعض الأمراض اللي متى أصابت الجلبانة هذا الموسم لأنه أصبح الانتاج أقل من المعتاد وذلك علش السوم متاعها ارتفع. بالنسبة للقرع الأحمر 2500، القرع بوتوزينة 2000، سفنيريا 15%، لفت 12%، الكرفس 700 مليم، الخص ثم من دينار حتى لل 15% على حسب الحجم نتاعو، البسباس زاد من 15% الى 2000، الفول 12%، الخرشف 15%، القناريه 3 دينارات، الفجل 15%، السلق والمعدنوس 500 يعني من 500 الى 600 مليم. هذا بالنسبه للخضر. بالنسبه للغلال الغلال عفوا حسام، التفاح ثم زاد انواع ومن 5 دينارات و500 الى 6 دينارات. البنان تنجم تقول يعني انخفض نسبيا على مكان في الاسابيع الفارطه كان يتباع حتى ب 10000، اصبح اليوم يتباع من 8 دينارات الى 8500. وكما ذكرنا في بدايه المراسله اللي البنان يولي السعر نتاعو منخفض ابتداء من يوم 18 او 19 مارس القادم. بالنسبه للفريز 7 دينارات الى 8 دينارات و500، التومسون 3500، البرتقال الحلو من 2500 الى 3500، برتقال العصير 15 ملي، القارص السوم نتاعو مرتفع من 4 دينارات الى 5 دينارات بالنسبه في سوق حفوز. بالنسبه للتمور الكنتيشي 18%، العليق 4 دينارات، الدقله زاد انواع واشكال على حسب الحجم وعلى حسب الذوق وعلى حسب النوعيه من 8 دينارات الى 10 دينارات، تم البرتقال الشامي 2500 والكيوي 700 ملي. بالنسبه للدواجن، محلات الدواجن استعرضنا معاهم الاسعار نتاع البضاعه الموجوده عندهم. بالنسبه للدجاج الكيلو 9 دينارات و900، اسكالوب 16 دينار و900، فخذ الدندون 10 دينارات، فخذ الدجاج 11 دينار و500، كبده الدجاج 16 دينار، المرقاز 18 دينار، جناحات نتاع الدجاج 10 دينارات، اكتف الدندون 9 دينارات. هذا بالنسبه للدواج. نمر تو الى محلات بيع الاسماك بالسوق الاسبوعي في معتمدية حفوز هذا الصباح. بالنسبه للتريليا الخشينه 14 دينار و800، التريليا الحمراء 22 دينار و800، المرجان الخشين 14 دينار و800، القاروس الخشين زاد 21 دينار، لوراطا 18 دينار، الشلبه ثم الجويده 7 دينارات والخشينه ب 11 دينار، السردينه من 4800 الى 5200، السكومبري 14 دينار و800،
البوغا فما جويده ب 6600 والخشينه 9800. بالنسبه زاد للشور وثم زوز انواع الخشينه والجويده، الجويده 5800 والخشينه 9800 والغزال 9 دينارات للكيلوغرام. بالنسبه للحوم تقريبا حافظت على نفس التسعير اللي هي عاليه وليست في متناول كل المواطنين، بحيث ان الحمل علوش 38 دينار والبشني 35 دينار، الدواره كما ذكرنا مثل الاسابيع الفارطه من 30 دينار الى 40 دينار، راس العلوش من 12 دينار في الاسابيع الفارطه ارتفع السعر نتاعو شويه من 15 دينار. هذا بالنسبه للحوم. ما يتمناه المواطن حسين نقطه اذا كان سمحت، ما يتمناه المواطن ان وزاره التجاره والحكومه اللي هي ربما اخذت قرار بتخفيض الاسعار او بتعديل الاسعار نتاع التفاح والغلال، يتمنوا يعني زاد باش يوقع تعديل الاسعار خاصه في المواد الاساسيه اللي يحتاجها المواطن مثل الخضر، خاصه الخضر والغلال والاسماك. ان شاء الله يا رب. فقط سؤال اخير سي عبد الحميد، اليوم باعتبار انه السوق الاسبوعي فما مراقبه اقتصاديه، مراقبه صحيه زي كيف؟ والله على حسب الجولة نتاعنا الصباحية ما شفتش الحق، ما شفتش أعوان نتاع مراقبة اقتصادية بليسكو سا زادا نورمالمون، حتى اللي متى نادينا به في مراسلات سابقة احنا نتمنوا من السادة الباعة في جميع في مختلف البضاعات أو السلع المعروضة باش يحطوا لافتات باش يبينوا الأسعار نتاعهم، أولا باش المواطن يعرف من غير ما يقعد يسأل يعرف هو علاش قادر وباش يعرف الأسعار هذيا، والسيد هذاك يعطي زادا مصداقية للأسعار نتاعو اللي هي تتباع يعني بطريقة قانونية. هذا بالنسبة للنقطة أخرى ثانية كما ذكرنا، يعني تحولت المحطة متاع سيارات الأجرة حسام من نهج الجمهورية وشارع رئيسي بطبيعة الحال إلى شارع الحبيب بورقيبة مقابل بحدى المستشفى بطبيعة الحال، هذا ما خلى اللي نوع من التنفس على مستوى شارع الجمهورية والحركة المرورية متاع المواطنين يعني أصبح في أريحية أخير من المرة الفاتة. وإن شاء الله ما نتمناه، ان شاء الله نحن على ابواب شهر رمضان نتمنى باش الاسعار تنخفض وتكون في متناول المواطنين، باش ينجم المواطن على الاقل ينجم ياخذ اقل ما يمكن ما يحتاجه لهذا الشهر الفاضل اللي ان شاء الله نتمنوه مبروك على الامه الاسلاميه وعلى كل المواطنين وعلى تونس. امين يا ربي. شكرا لك سي عبد الحميد، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. هذه جولتنا كانت الحقيقه في معطى مدينه حافوز، باعتبار وانه اليوم هو موعد السوق الاسبوعي، استعراض كامل لي يعني الاسوام الخضار الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء في بوان مارشي.